بسم الله الرحمن الرحيم. أي الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نجدد لكم التحية من جديد مع هذه الانطلاقات الجميلة والانطلاقات المميزة، وشوطنا أيضا خصص للفئة اليعدار والثلاثة كيلومترات. متمنين للجميع التوفيق والسداد والنجاح. مباشرة مع المركز الأول سراب سالم بن هاشمي، مع المركز الأول المركز الثاني الشبابي عامر بن محمد بن مسعد الهاشمي، على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المتواجد شاهين علي بن سعيد الهاشمي، على المركز الثالث والمركز الرابع شاهين صقر بن سالم المسعودي، مع المركز أيضا الرابع والمركز الخامس. هناك الخامس المراكز المتواجد الشهم حميد بن نعيف الهاشمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. متمنين للجميع التوفيق والسداد والنجاح مع هذه الأشواط الجميلة بالفعل. هناك مع المركز الأول نعود وياكم مع الصدارة مع قيادة هذا الشوط الشبابي عامر بن محمد بن مسعد الهشامي، مع المركز الأول المنطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني سراب سالم الهاشمي مع المركز الثاني، أما في المركز الثالث أيها الحبل الكريم بشعار بن النعيف القادم مع مناور الشهم حميد بن النعيف الهاشمي، على المركز الثالث رابع المراكز ظبيان، على رابع المراكز مبارك بن هديب الربيعي على رابع المراكز، والمركز الخامس هناك شاهين علي بن سعيد الهاشمي على المركز الخامس، والمركز السادس هنا بشعار المسعودي. نعود مع المركز السادس مع سادس المراكز شاهين صقر بن سالم المسعودي. هذه النتيجة للستة المراكز الأولى والندائين الثاني. الكل يطمع مع شوط الجعدان يسجل حروف من ذهب في هذا الشوط الجميل، وتحدياتنا مع الكيلو متر الأخير. انطلق الشهم مع المركز الأول راح مع الصدارة، هذا هو الشهم المنطلق مع المركز الأول بقيادة هذا الشوط الشهم حميد بن النعيف الهاشمي، مع المركز الأول من يبحث عن الانتصار في هذا الشوط الجميل. المركز الثاني ظبيان غير ظبيان، مع المركز الأول مبارك بن هديب الربيعي مع الأمتار الأخيرة، والوصل مناور حميد بن نعيف الهاشمي، ولكن الغدوم والتقدم من قبل راهي سالم ناصر بن سالم بن حبيب الهشامي، ولكن أعود إلى ظبيان. تلاحق ظبيان لي مثلن يا سلوم لبنات قاطعات الهن، مثل حسين الفرض لمن الجنة يا سالم السعدي قائد عربة هذا الشوط. يبدعنا بأبيات جميلة مذكرا هذه الأبيات لا هناك تليك على الشط ظبيان اللي انطلق مع الصدارة، مع المركز الأول ظبيان مبارك بن هديب الربيعي مع المركز الأول منطلقا مع الناموس والتحدي الجميل. روح مع الأبيات الجميلة يا سلام، شوف هذه النهاية النهاية النهاية، ولا أروع مع المركز الأول وانطلاقة هذا الشوط هنا مع الصدارة مع التحدي الجميل. ودا ظبيان منطلقا مع الناموس والانتصار، تهانينا والناموس لمالك ظبيان مبارك بن هديب الربيعي على انتزاع لهذا الشوط مسجلا حروفه من ذهب مع الشوطنا الاول الجعدان اللقايه والثلاثه كيلومترات. تهانينا والناموس على هذا الابداع. المركز الثاني كان هناك مع المركز الثاني شاهين او هناك نعم الحام الراهي سالم ناصر بن سالم حبيب الهشامي، والمركز الثاني بشعار بن النعيف، وتوقيت زمني 4 دقائق 43 و41 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.